بنفرح بمولد سيدة زينب مولد سيدنا الحسين، بيقول لنا بهجة مخالفة واستعداد كده واستعداد من ربنا وتيسير في الأمور. وقت المولد من 85 جار سيدنا الحسين 60 سيدة زينب. أول حاجة لما بنجي نحافظ على الصلوات، ثاني حاجة نزور أهل البيت، جميع الأولياء اللي نعرف مكاناتهم في مصر بنلف عليهم ونزورهم، ونأتي في الساحة هنا تجي المريدين نستقبلهم، ساعة وقت الغداء نغديهم، وقت العشاء نعشيهم. في من الأخوان اللي ماسك الطبيخ، وفي اللي ماسك الاستقبال، في اللي ماسك الشاي، في اللي ماسك نظافة المكان، كل واحد متخصص في حكاية في الرحلة دي. التكلفة لا تعد ولا تقيم، ممكن تكلف 10، ممكن تكلف 1000، ممكن 2000، على تبع وسعة المكان. في مكان بيؤجر بألف جنيه، في مكان بألفين جنيه، في مكان بثلاث آلاف جنيه. والذبائح دي برضه في واحد بيجيب ذبيحة واحد باثنين على قدر الاستطاعة. نعمل الذكر ده من ايام ابويا الله يرحمه، هو يعمله كل سنه، يعني بيعمل المولد والمائده، واحنا محبين في اهل البيت، كان بيجيب مؤاخذه منشدين وكان بياكل وبيذبح، وبنعمل الذكر الشيخ علي العسكري. والليله اليتيمه بنعملها الليله الكبيره، بنعمل صباحيه، نفضل الصباحيه لحد الساعه 9، صباحيه مباركه سته نازله سيدنا الحسين. وانا ابن الست السيده زينب، انا محسوب على الست السيده زينب يعني، واهل البيت.